الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العلي العظيم. الحديث المعتبر عند العامة حديث حسن أو حديث صحيح أو حديث متواتر، الحديث الحسن عند أكثر علماء العامة يعتبر حديثا يؤخذ به، حديثا معتبرا. أعلى من الحديث الحسن هو الحديث الصحيح بمراتب مختلفة. هذا حديث معتبر عند كل علمائهم، الحديث الصحيح. أعلى من الحديث الصحيح هو الحديث المتواتر. الحديث المتواتر حديث قطعي، يعني بكل اطمئنان تتمكن أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، شيء مؤكد قطعي. ولكن ما هو الحديث المتواتر؟ أي حديث يقال له حديث متواتر؟ هنا اختلاف بين علماء العامة. بعض علماء العامة قال بأن الحديث الذي رواه 4 من الصحابة فهو حديث متواتر. البعض لا يرى هذا الرأي، بعض علمائهم يرى أنه يلزم أن يروي الحديث 8 من الصحابة حتى يصبح الحديث متواترا. البعض حتى هذا القول لا يقبله. أعلى شيء يقال بالنسبة للحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه 10 من الصحابة،
هذا الحديث الذي يرويه 10 من الصحابة هو حديث متواتر عند كلهم. العجب العجاب أن أحدهم يرى الحديث المتواتر يكون برواية 4 من الصحابة، مع ذلك يأتي ويشكك في حديث الغدير، لا يقول إن حديث الغدير ليس متواترا فقط، لا يقول إن حديث الغدير ليس صحيحا فقط، بل يقول حديث الغدير ليس حسنا، حديث ضعيف، حديث يرويه 4 من الصحابة يصبح في أعلى درجات الاعتبار، يصبح متواترا، 4 من الصحابة يروون هذا الحديث، ولكن حديث الغدير الذي يرويه 110 من الصحابة يصبح حديثا ضعيفا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، لو كان أحد جهالهم يقول هذا الكلام لما كان عجب، جاهل لا يعرف حدود الأشياء، ولكن أحد أئمة الحديث عندهم، إمام هؤلاء الإرهابيين، إمامهم في القرن الخامس، يعرف حدود الأحاديث عندهم على الأقل، يعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث المتواترة، يقول حديث الغدير ضعيف أصلا، وهو يكتفي في التواتر بأربعة من الصحابة. في نفس الكتاب كتب في مورد آخر يكتب أن هذا الحديث متواتر لأنه قد رواه 4 من الصحابة، حديث آخر يأتي إلى حديث الغدير يصبح حديث الغدير ضعيفا. أين المشكلة؟ المشكلة ليست في حديث الغدير، المشكلة في هذا المذهب، المذهب الذي المذهب الوحيد الذي سماه رسول الله الشيعة. هناك مشكلة بينهم وبين هذا المذهب، لا بأس، مشكلة، مشاكل في الدنيا كثيرة، أصحاب الأديان والمذاهب يختلفون، ولكن اختلفوا اختلافا نزيها، لماذا هكذا كذب؟ تريد أن تحارب عقائد هذا المذهب، حارب لا بأس، لك عقيدة، لأهل هذا المذهب عقيدة ثانية، ولكن حارب بشرف، حارب بموضوعية، لا، حرب شعواء على كل الأصعدة بكل السبل المتاحة، كذب صريح، ويعرف هذا الكذب، يعرف أنه كذب كل علمائهم، يعني شيء غير خافي على علمائهم، يعلمون حديث الغدير حديث ضعيف، مع ذلك هناك حرب شعواء، حديث عادي يصبح حديثا صحيحا، يصبح حديثا متواترا، حديث الغدير يصبح حديثا ضعيفا أصلا. الكذب خصوصا من عالم هذا قبيح جدا، طبعا هذا الكذب مشوا عليه، عالم كبير من علمائهم، إمامهم أصلا، مشى عليهم إلى يومنا هذا، البعض يقول نعم هذا الحديث ضعيف، فلان قال الحديث ضعيف،
إمامهم الثاني أيضا تبع إمامهم الأول في القرن السابع أو الثامن الهجري، وهكذا مشوا على طريقته. يعني كذب من عالم كبير من علمائهم يمشي، على علمائهم لا يمشي، ولكن همج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. أنا يؤسفني أنني بدل أن أذكر لكم بعض الأحاديث الشريفة، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام النورانية، أضطر أنني أذكر لكم بعض عبارات علمائهم حتى تعرفوا مدى هذا الكلام. هناك عبارات كثيرة من علمائهم، من كبار علمائهم، من العلماء الذين لا يختلف عليهم أحد منهم. أنقل لكم بعض العبارات حتى نرى أن الحديث حديث ضعيف، واقعة الغدير غدير خم واقعة مكذوبة غير صحيحة، ما وردت في رواية صحيحة. عبارة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه ما وردت في رواية صحيحة. مسلم في كتابه المشهور بصحيح مسلم، ابن حنبل في مسنده وغيرهما يروون عن زيد بن أرقم. كتاب مسلم صحيح عندكم أم غير صحيح؟ عند هذا المنكر كتاب مسلم صحيح أم لا؟ صحيح. أصلا كلمة خم موجودة في كتاب مسلم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما. قام خطيبا خطب، خطبة النبي في غدير قوم مذكورة، مقطع من الخطبة مذكور في كتاب مسلم الذي تسمونه بصحيح مسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله، وكذا ذكر مقطع من خطبة الغدير. مكذوب هذا؟ أبو الحسن ابن المغازلي، هذا من كبار علمائهم قبل ما يقارب من 1000 عام. نعم، قبل 1000 عام، وتوفي قبل 950 سنة تقريبا، 480 هجرية توفي، كان قبل 1000 عام من علمائهم القدامى، ليس من علمائنا. في كتاب المناقب صفحة 26 أو 27 ينقل هذا الحديث الشريف، حديث الغدير، ثم يقول: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد رواه نحو 100 نفس منهم العشرة المبشرة. نحو يعني قريب، يعني 100 وشيء أو قريب 100، هذا معناه نحو 100. في حدود 100 شخص من الصحابة نقلوا هذا الحديث، منهم العشرة المبشرة، كل العشرة المبشرة نقلوا هذا الحديث، العشرة المبشرة بالجنة عندهم. وهو حديث ثابت لا أعرف له علة أصلا، شيء واضح أصلا. تفرد علي عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. ضياء الدين المقبلي عنده عبارة لطيفة، يقول بالنسبة إلى حديث الغدير: إن لم يكن، يعني إن لم يكن حديث الغدير، إن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم. إذا حديث الغدير حديث غير معلوم، ما عندنا في الدين حديث معلوم أصلا. الحاكم النيسابوري ووزنه عندهم في كتاب المستدرك على الصحيحين، ووزن هذا الكتاب اسألوا علماءهم. من هو الحاكم النيسابوري؟
وما هي قيمة كتابه المستدرك على الصحيحين؟ الحاكم النيسابوري ولد في الغيبة الصغرى، في زمن الغيبة الصغرى للإمام أرواح نافذة، قبل 1100 سنة. شخصية مرموقة عندهم جدا وجدا، فريد أصلا. الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 109 يذكر حديثا بسند يذكره عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممنا، فقال صلى الله عليه وآله: فقال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين. هذا أين؟ هذا في ونزل غدير خم. إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي صلوات الله عليه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وذكر الحديث بطوله ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بطوله. تصحيح الحاكم في المستدرك، اسألوا علماءهم كم له قيمة. عندما يقول الحاكم في المستدرك، الحاكم النيسابوري يقول: هذا حديث صحيح، صحيح على شرط الشيخين. على شرط الشيخين تعلمون يعني ماذا؟ يعني البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم، يعني البخاري روى مثل هذا السند في صحيحه، ومسلم روى مثل هذا السند في صحيحه. هذا معناه على شرط البخاري أو على شرط مسلم. عندما يقول على شرط الشيخين يعني كلاهما، يعني في صحيح البخاري، الكتاب الذي يسمى بصحيح البخاري، الكتاب الذي يسمى بصحيح مسلم، فيهما في كل منهما سند مثل هذا السند. ثم ينقل حديثا آخر بسند آخر بنفس المعنى تقريبا، ويقول: صحيح على شرطهما، في نفس المكان، في نفس المجلد ونفس الصفحة. ثم ينقل حديثا ثالثا وفيه عبارة: من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقول: صحيح على شرط الشيخين. ثلاثة أحاديث فقط في هذا المقطع يروي، أحاديث أخرى أيضا يرويها في هذا المقطع، ثلاثة أحاديث يرويها صحيحة على شرط الشيخين. هذا ما رأى هذه الكتب؟ لا يفهم يعني ماذا صحيح على شرط الشيخين، يعني أعلى درجات الصحة. الصحيح درجات، الحديث الذي يكون صحيحا على شرط الشيخين هذا أعلى في الصحة قبل التواتر، هذا أعلى درجات الصحة، لأنه هناك أحاديث صحيحة ما رواه الشيخان، أسانيد صحيحة ما وردت في البخاري ما وردت في مسلم، الأسانيد الصحيحة غير خاصة بما ورد في البخاري ومسلم، ولكن ما ورد في البخاري ومسلم خصوصا إذا ورد في الكتابين هذا يعتبر سندا صحيحا عالي الصحة. الذهبي لعله أهم علماء الرجال عندهم، يعني الشخصية الأولى في علم الرجال عندهم الذهبي، وبعده عن التشيع معلوم، عجيب حساس ضد الشيعة، شيء غريب، اقرأوا كتابه حتى تعرفه. ذاك الصب للأخير، يعني الذهبي شخص جدا بعيد عن التشيع، جدا بعيد، وشخصيته في علم الرجال عندهم لعله أكبر شخصية على الإطلاق. في علم الحديث من الدرجة الأولى يعتبر، شخصية مرموقة عندهم جدا مشهور وعنده كتب كثيرة. الذهبي يصحح، وتصحيحات الذهبي لها قيمة،
يصحح كثيرا، أنا لا أقول كثيرا، بعض علمائهم قالوا يصحح كثيرا من أسانيد حديث الغدير، ما صحح سند واحد، ويكفي تصحيح سند واحد، الذهبي صحح. ثم في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، الذهبي يذكر في كتاب تاريخ الإسلام المجلد 14 صفحة 338 يقول، طبعا الكلام واضح بديهي عندنا، ولكن أريد أن أقول مثل الذهبي يقول هذا الكلام، يقول تواتر عن نبينا صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه. الذهبي يقول هذا الحديث متواتر، حديث صحيح بديهي من بديهيات الإسلام، لا حديث متواتر، هذا ليس فقط حديثا صحيحا، هذا حديث متواتر. بعد الذهبي لعله أهم شخصية، يعني يعتبر ثاني أهم شخصية في علم الرجال عندهم، ابن حجر العسقلاني، ابن حجر المشهور، وبعده عن التشيع أيضا واضح، مشهور معلوم من هو، شيعي ابن حجر أبد. في علم الرجال لعله ثاني شخصية، يعني بعد الذهبي لعله أهم شخصية في علم الرجال عندهم ابن حجر العسقلاني. في علم الحديث من الدرجة الأولى، عارف بعلم الحديث، عنده كتب، مجموعة كتب، من كتبه كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد يكون هذا أهم شرح على البخاري، البخاري عنده شروح عديدة، يعني على البخاري هناك شروح عديدة، لعله هذا أهم شرح على البخاري، فتح الباري كتاب مشهور جدا، لعله مئات المرات هذا الكتاب مطبوع، مشهور، كتاب علماؤهم يعيرون له أهمية كبيرة. في كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني يقول المجلد 67 صفحة 61 يقول وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير طرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، حديث من كنت مولاه فهذا علي، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا الحديث كثير الطرق جدا، هذه الطرق الكثيرة استوعبها ابن عقدة، ابن عقدة واحد من علمائهم الكبار الثقات الأجلاء، ابن عقدة، ابن عقدة أفرد كتابا خاصا لاستيعاب أسانيد حديث الغدير، كتاب مستقل، كتاب مفرد يعني مستقل لحاله، في استيعاب في جامع أسانيد حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. أولا، كم هي أحاديث العامة في كتبهم؟ 10,000، 20,000، 30,000، كم هي عددها؟ كم هو عددها؟ أيا كان، في كل الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبهم، ائت لي بمثل هذه العبارة، لا أقول من مثل ابن حجر، لا، حتى من دون مستوى ابن حجر، من عالم من علمائهم الكبار، ائت لي بمثل هذا الحديث، هذه العبارة، أن يقول عالم من علمائهم الكبار حتى لو ما كان بمستوى ابن حجر، أن يقول الحديث الفلاني حديث طرقه كثيرة جدا، هذه العبارة ائت لي بها، لا تجد مثل هذه العبارة بالنسبة إلى أي حديث آخر، حديث طرقه كثيرة يعني 30 طريق 40 طريق 50 طريق، هو لا يقول طرقه كثيرة، يقول طرقه كثيرة جدا،
لعله يعني 100 طريق 150 طريق. ينقل أن أحد علمائهم جمع، أنا الكتاب ما رأيته ينقل هذا الشيء، أن أحد علمائهم جمع 250 طريقا لحديث الغدير، هذا يقال له كثير جدا. ثم ائت لي بعبارة أحد علمائهم يقول أن طرق الحديث الفلاني كثير منها صحاح وحسان، لا تجد هكذا عبارة أو بهذا المعنى في أي حديث من أحاديث المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حديث الغدير. ابحثوا، ابحثوا في كتب العامة، انظروا علماؤهم، أحد كبار علمائهم الذي يركن له مثل ابن حجر أو دون مستوى ابن حجر يقول أن الحديث الفلاني طرقه كثيرة جدا، وأن كثيرا من طرقه صحاح وحسان. هذا العبارة، مثل هذه العبارة لا تجده في أي حديث آخر. هذا الحديث ضعيف، أين يذهبون هؤلاء؟ هذا عالم شيعي ابن حجر، الذهبي عالم شيعي، الحاكم النيسابوري عالم شيعي، مسلم عالم شيعي، أحمد بن حنبل عالم شيعي، النسائي عالم شيعي، الترمذي عالم شيعي. ثم إخواني ابحثوا أيضا في كل أحاديث المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تجدون حديثا ثانيا غير حديث الغدير رواه 110 من الصحابة؟ لا، اترك 110، ائتني بحديث رواه نصف هذا العدد من الصحابة، حديث يرويه 55 من الصحابة مثلا، ائتني ابحثوا، اسألوا العلماء من مختلف الفئات والطوائف والمذاهب، يوجد حديث آخر يرويه 55 من الصحابة؟ لا أقول 110، 55، سوف لا تجد حديثا يرويه 55 من الصحابة بالنسبة إليهم. يوجد حديث يرويه كل العشرة المبشرة بالجنة، المبشرة عندهم يعني بالجنة، حديث آخر ائتلي بحديث يرويه كل العشرة، نعم هذا من العشرة يروي، نعم الثاني يروي، نعم اثنان ثلاثة منهم يروون، كل العشرة تعلمون وزن العشرة المبشرة عندهم. يوجد حديث يرويه كل العشرة غير حديث الغدير؟ 4 من الصحابة العاديين يروون حديثا يصبح متواترا، العشرة المبشرة كلهم يروون هذا الحديث لا يصبح متواترا. هؤلاء كيف يجابهون الله عز وجل؟ كيف يجابهون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تريد أن تحارب هذا المذهب التشيع، حارب، الإنسان في الدنيا حر، أما هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضكم قال هذا الحديث لا يدل على إمامة أمير المؤمنين، اذهب هناك نبحث. أما هذه الكذبة الصريحة الواضحة، هكذا حديث يصبح حديثا ضعيفا، عينك ما رأت حديث مسلم، عينك ما رأت ما ورد في كتاب أحمد بن حنبل، النسائي، الترمذي، هؤلاء ما رأت عينك الأحاديث، الأسانيد الصحاح ما رأت عينك هذه الأسانيد، ألد أعداء أمير المؤمنين ما تمكن أن يقول هذا الحديث حديث ضعيف. أول من قال هذا الحديث ضعيف هذا الرجل في القرن الخامس، قبل القرن الخامس أصلا قضية بديهية كانت، أعداء أمير المؤمنين ذكروا قضية الغدير، ألد أعداء أمير المؤمنين الذين حاربوا أمير المؤمنين ذكروا حديث الغدير.
عمرو بن العاص هذا صديق أمير المؤمنين. عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية القصيدة المشهورة ينقل حديث الغدير وشيء بديهي ينقله، لا ينقل شيئا غريبا. اللطيف أنه عمرو بن العاص كتب هذه القصيدة لمعاوية. هؤلاء من أصدقاء أمير المؤمنين، من شيعة أمير المؤمنين هؤلاء. يقول في هذه القصيدة، بداية القصيدة يقول: معاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلق، جلق يعني دمشق، على أهلها يوم لبس الحلي. إلى أن يقول نصرناك من جهلنا يا ابن هند، على النبأ الأعظم الأفضل، وحيث رفعناك فوق الرؤوس نزلنا إلى أسفل الأسفل، في بعض المصادر نزلنا إلى أسفل الأرجل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا يبلغ والصحب لم ترحلي، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، ألست بكم منكم في النفوس بأولى؟ فقالوا بلى فافعلي. فقال: فمن كنت مولا له فهذا له اليوم نعم الولي. فوال مواليه يا ذا الجلال، وعاد معادي أخي المرسل، وأنحله إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحل. فبخبخ شيخك لما رأى أرى عقد حيدر لم تحللي. إلى أن يقول: وإنا وما كان من فعلنا لفي النار في الدرك الأسفل. وإنا، هو يقول، وإنا وما كان من فعلنا لفي النار في الدرك الأسفل، وإن عليا غدا خصمنا، وإن عليا غدا خصمنا سيحتج بالله والمرسل. يحاسبنا في أمور جرت ونحن عن الحق في معزل، فما عذرنا يوم كشف الغطاء، لك الويل منه غدا ثم لي. في آخر القصيدة أو أواخر القصيدة يقول: وإنك من إمرة المؤمنين ودعوى الخلافة في معزلي، فما لك فيها ولا ذرة ولا فما لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك بالأول. فإن كان بينكما، أنت معاوية وعلي، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي؟ الله صل على محمد.
عليهم لا علينا. هو يكذب ليكذب، الحساب في يوم القيامة على أمير المؤمنين، كل الحساب في يوم القيامة عند أمير المؤمنين، هناك ليذهب ويختصم مع أمير المؤمنين. حديث الغدير كذب. ولكن كلمة أقولها عن أنفسنا، العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، بعض علماء العامة في مجلس أشكلوا عليه، قالوا أنتم علماء الشيعة وهؤلاء الشيعة يعملون أعمال محرمة، هؤلاء في قضية التطبير، هؤلاء يجرحون أنفسهم، أنتم علماؤهم قولوا لهم هذا العمل حرام، أنتم وجهوا الشيعة حتى لا يرتكبوا هذا العمل المحرم التطبير. العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه قال أن هؤلاء الشيعة يأخذون أحكامهم الشرعية من آخرين، لا يأخذونها مني، يأخذونها من فقهاء، عندنا نحن نظام معين، الفقهاء هم الذين يفتون لهم، وفقهاؤهم يفتون باستحباب هذا العمل، فهؤلاء لا يسمعون لي حتى أنا أقول لهم أن هذا العمل مثلا كذا، هم لا يسمعون لي، هم يسمعون لفقهائنا، والفقهاء يفتون باستحباب هذا العمل. ولو كان هؤلاء الشيعة يسمعون لي ويأخذون أحكامهم مني لأفتيت لهم بوجوب التطبير. هؤلاء قالوا أنت قل لهم أن هذا العمل محرم، هو يقول وجوب، قالوا هذا التطبير هذا واجب؟ قال نعم، لو كان الشيعة يأخذون مني كنت أفتي لهم بوجوب التطبير. كيف؟ صدموا، كيف تقول أن هذا العمل واجب؟ واجب؟ لماذا واجب؟ قال في يوم الغدير آلاف من الصحابة كانوا وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله، العشرات منهم نقلوا قضية الغدير للآخرين، ما وصل إلينا من الصحابة 110 وأكثر لعله، الذي جمع أسماءهم بتفاصيلها بالمصادر في موسوعة الغدير 110، وعددهم أكثر في موسوعة الغدير، جمع 110 من الصحابة بالمصادر من كتب العامة يروون حديث الغدير، 110 من الصحابة رووا هذا الحديث، حديث لا يوجد في الإسلام مثل هذا الحديث متواترا، مع ذلك لأننا ما صنعنا مثل التطبير وأمثاله في يوم الغدير، تجرأ بعض علمائكم أن يأتي وينكر قضية الغدير، يقول قضية مكذوبة. لو كان هؤلاء الشيعة تركوا التطبير وأمثال التطبير في يوم عاشوراء لخرج أحد علمائكم وقال أصلا الإمام الحسين ما قتل، الإمام الحسين مات في المدينة ودفن في المدينة أصلا، خلص. الذي تجرأ أن ينكر قضية الغدير بهذه الدرجة من الوضوح، يتجرأ أن يقول أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما قتل، ولكن هذه الأعمال منعت علمائكم أن يكذبوا هذه الكذبة. كلامه صحيح، كلام العلامة الأميني صحيح. المشكلة لماذا واحد منهم يخرج ينكر هذه القضية البديهية؟ المشكلة فينا، جزء المشكلة فينا، نحن ما وقفنا للغدير. لو كنا نقف للغدير كما وقفنا لعاشوراء، طبعا عاشوراء لها ميزتها في المصائب، لا توجد مصيبة في تاريخ المخلوقات، لا أقول البشر فقط، لا توجد مصيبة مثل عاشوراء، لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، هذه الكلمة كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة من حياته الشريفة، قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوجد يوم صح فيه في المصيبة مثل عاشوراء ما عندنا، ولكن في الأفراح في الأعياد ما عندنا مثل الغدير، أين وقوفنا للغدير؟ لماذا يتجرؤون أن ينكروا هذه القضية؟ لأن هذه الكلمات من علمائهم وغيرها من الكلمات ما نشرت، ما وصلت إليهم، يتجرأ عالم من علمائهم يقول هذه الكلمة، وإلا كان يتجرأ أحد ينكر هذه القضية بهذه الدرجة من الوضوح في كتبهم؟ الناس لا يعرفون، نحن مقصرون، جزء التقصير أقول، هو كذاب كذاب، هو يمشي في سبيل النواصب، يمشي في سبيل النواصب، لا علي به، هو ناصبي، أنا لماذا مقصر في قضية الغدير؟ هناك تقصير، تقصير منا،
الأمر البديهي لا يصبح بديهيا إلا بتكراره، إلا بالتركيز عليه. شيء بديهي اتركه فترة، الناس لا يعرفونه، يقولون من قال هذا بديهي؟ هذا يحتاج إلى تركيز. التركيز على قضية الغدير، هذا الحديث الأعظم تواترا في الإسلام بعد نبوة النبي، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله. قضية بعثة النبي أعظم متواتر في الإسلام، في رواية المسلمين أعظم متواتر قضية بعثة النبي صلى الله عليه وآله. بعد قضية بعثة النبي في المرتبة الثانية، ما هو أعظم خبر متواتر؟ خبر الغدير. هذا الخبر يحتاج إلى وقوف، قضية الغدير تحتاج إلى وقفة. هذا تشكيك في صحة حديث الغدير، هناك تشكيكات أخرى أيضا في حديث الغدير في أبعاد ثانية، إذا وفقت لعلي أذكر بعض الجوانب الأخرى أيضا في حديث الغدير والتشكيك العجيب منه. هذا جزء منه بسبب تقصيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.